فما تقبلتش شغل كي كنت نشوف، ومن بعد عند دقيقه يقول لك عينك خلاص، حتى الطب شغل قطعوني لياس. واش قالوا لك؟ قالوا لي ما عندكش الامل باش ترجعي تشوفي. قلت في السبيطار، رحت لكل بلاصه. قالوا لي صاي ما عندكش العلاج. طاهر، كان هذا الشيء سهل عليك؟ صعيب عليك يعني؟ مستحيل تكون عايش عيشه وتنقلب حياتك. مع اللي كنا صغار كناش كبار، معناتها باش نتقبلوا فكره انها انسان يمرض عليك وتقاوم الحياه وحدك، مستحيل تكون سهل. يعني مرينا بواحد الظروف كيما نقول لك ليالي ظلمه. ظلمه انك تسير الطفل وتسير الدار والزوجه تاعك راك تلبس عليها هي قايمه لك بدارك، تعشي شغل تروح للناس يرجعوا الناس يديروا فيك مزيه ويطالبوا منك بحاجه اخرى. يعني مش سهله باش. واش كانوا يقولوا لك الناس؟ يعني لازم باش حتى هما كانوا شغل تجيهم بطريقه، يجيك بطريقه اخرى، يجيكش بطريقه معناتها انهم يديروا فيك خير ويكملوا به. لا كان لي يتثاقلوا كما نقولوا حنا، يتثاقلوا لان مش بيتهم، مش امورهم، ماشي مش كيما تكون امورك انت يا شخصيا تخدمها بقلبك وبنيتك. وكاين الناس ما تقدرش توضح الامر اكثر من هكا. انت بقيت تشوف الزوجه تاعك بنفس التقدير كي كانت بصحتها وكي ولات؟ اكيد، لان دالها ربي البصر وخلي لها البصيره. هذه حاجه اللي مازالت مخليتني نقاوم معاه، انه كي يروح لك البصر يخلي لك ربي البصيره، والحمد لله يا رب. طيب كيفاش حتى لحقنا وين سميره اقترحت عليك الزواج؟ لا كنت ناوي انني نعاود وكنت نكمل معاها، بصح الظروف والمجتمع يخليك، لانني خدام وولادي وداري، يعني جاتني هذه الفكره كحل استثنائي برك، ماشي يعني عارف بلي ما راحش ما يكونش حل نهائي. طيب وش رايك في شخص اخر في مكانك، ولا انسانه يعني رجل ولا امراه؟ كاين بزاف ازواج كي تفقد الزوجه البصر تاعها يطلقها، ونادرا يعني العكس، يعني باش ما نظلموش باش ما نكونوش غير واقعيين، نادرا وين المراه يعني تخلي زوجها لاسباب صحيه، تصرى هذا الشيء ولكن ماشي بنفس المقدار. وش رايك في انسان في مكانك يقول لا انا نطلق نهائيا؟ من ناحيتي انا ما يعني كيما نقولوا احنا بطريقه بدرجه عامية ناكل العشره. يعني مستحيل انا نتخيل لو كان مرضت انا اكيد رايحه ترفدني كيما نقول. يعني لازم نتموا على العشره اللي انا فيها. يعني عطينا وعد نكملوا مع بعضنا، رايحين نكملوا مع بعضنا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. المودة اللي كانت بيناتكم قبل الزواج زادت بعد الزواج؟ أكيد يعني أكيد زاد الحب هذاك الحلال يعني كي نقولوا له زاد بعد الزواج؟ زاد وزاد، وربطوا الأطفال ورانا كما نقولوا بيت تاعنا بيت شخصي وحدي الحمد لله يا ربي. بالعكس راه كل ساعة يزيد ذاك الود وهذاك الحب وهذاك لابد يزيد. إلى اليوم؟ إلى اليوم وإلى غدا إن شاء الله. هذه تسهل عليها تصفيقة. ومن خلالك يعني من خلالك ومن خلال سيدة سميرة نحن نزف تحية كبيرة إلى كل مشاهدينا في ولاية البيض.